حياكم الله مشاهدينا من جديد. طبعا في البدايه لازم ارحب بالجميلات الزميلات رنداوي غزل وياسمين. اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. اهلا وسهلا يا رؤى، اهلا وسهلا ياسمين، واكيد اهلا وسهلا عبير رند عفوا، واكيد اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اشتقت لكم بعد يوم اوف فقدناك طويل. يعني ما شاء الله حتى عبير وهي غايبه حضورها موجود. حاضره. يعني بنعرف انه امس كلنا قاعدين نتابع المؤتمر الصحفي اللي اقامه مع المستشار تركي آل الشيخ، وكنا قاعدين بنتكلم او كان قاعد يتكلم عن الاستراتيجيه الجديده للترفيه عندنا في السعوديه. ايش اكثر شيء لفتكم في هذا المؤتمر؟ اكثر شيء لفتنا اول شيء خلينا نستعرض المشاهدين على غزل، طبعا مشتاق لك كثير حبيبتي. نتكلم عن الترفيه اللي امس كان فيه، يمكن اجمل شيء كان انه تقريبا الشراكه اللي حاطها بين فكره الافكار اللي اخذها من الجمهور والمواطنين وبين الهيئه. يعني هذا شيء جميل، خصوصا انه فيها افكار كثيره، في عندنا مواهب. شفنا كذا واحد يتوقع، واحد في اسمه اسامه والثاني اسامه الدغيثي. ايوه صحيح، على فكره متواجدين. شيء جميل، انا شفتهم حتى كان شيء مره حلو نستضيفهم. غزل، طبعا هو ما حننكر انه اللي صار او الحدث اللي صار امس كان جبار بكل المقاييس وبكل المعايير. فكره انه كان في تواصل بين المسؤولين وبين فئات الشعب من جميع الاعمار وجميع الفئات، هذه حاجه بحد ذاتها حلوه. بعدين انا حسيت انه الحمد لله من كنت جالسه بقول كل ابغى مسرحيه ابغى مسرحيه. يعني انا من جد امس لما شفت الصور انه او ماي جاد اخيرا حققوا طلب يقولي كان قاعد معانا وبيسمع الامنيه. مسرحيه علاء الدين ولاين كينج من جد حتصير موجوده. طبعا هذه جزء لا يتجزا من الاشياء العظيمه اللي راح تصير عندنا في السعوديه. بس في كيو انكم انتم سمعتوا صوت وحتجيبوا المسرحيات دي هنا. شكرا لكم. والله مطالبات مره كثيره انه تكون مسرحيات زي هالمسرحيات موجوده. اكيد بالرياض، الرياض عاصمه، يعني عاصمه المملكه العربيه السعوديه، يعني اكيد لازم يكون فيها كل جديد. أكيد. طبعا انا اكثر شيء لفتني، يمكن انا قديمه شوي، حبيت رجعت لا الحسن خلاص عرفت عودة القصبي والسدحان. أجمل شيء، مرة شيء جميل مرة. والحمد لله، يعني أنا من ناحيتي أقول الحمد لله أنه تمكن أنه يجمعهم من جديد. طيب إيش رأيكم نروح لشوية تفاصيل ونشوف إيش اللي صار أمس، حيث أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه مبادرات وفعاليات الهيئة خلال الفترة المقبلة. جاء هذا في المؤتمر الصحفي اللي عقده أمس يوم الثلاثاء في العاصمة الرياض بحضور نخبة من المسؤولين والإعلاميين ونجوم الفن. خلونا نروح نشوف هذا التقرير على السريع. سارعي للمجدي والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. طموح يلامس القمة. هدفنا المملكة العربية السعودية تصبح من أفضل أربع نقاط في آسيا. عزيمة تتخطى الحدود، رؤية وضعت وجهت العالم لنقطة واحدة. دمج الماضي بالحاضر منتجا مستقبل باهر. حنين ذكريات ظنوا أنها ذهبت لكنها أعيدت بمشروع صناعة الترفيه. لن نصل لهذا الهدف إلا بوقفتكم معانا ونحط يدنا في يد بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أوريكم وش قاعدين نفكر فيه. الهيئة العامة للترفيه أطلقت استراتيجية ورؤية واضحة لخطواتها القادمة، وذلك بقيادة معالي رئيس مجلس إدارتها الأستاذ تركي آل الشيخ، مبهرا بها مترقبي المرحلة الجديدة الترفيهية للمملكة العربية السعودية.
المملكة العربية السعودية تصبح من العشر الأوائل إن شاء الله في العالم في المرحلة الأولى إن شاء الله. شراكات عالمية ومحلية عقدت وسط حضور من النخبة الوطنية والفنية، تطلعا لمستقبل أشعل حماس السعوديين لرؤية تنبض بالمملكة بهجة. هذا ما حدث بالأمس في المؤتمر الصحفي لهيئة الترفيه، وحنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. ورحب في الاستديو بالأستاذ سعد السباعي، مستشار إعلامي، حياك الله. الله يحييكم ويسلمكم، وأنا سعيد أن يكون بينكم اليوم وفي هذا البرنامج اللي جميع أطياف المجتمع تتابعه وتحبه إن شاء الله. نورتنا يا أستاذ سعد. أنا كنت حابة أسألك في البداية عن رؤيتك لتبني هذه الهيئة، الاستراتيجيات وإشراك الجمهور فيها، وكمان لما فتحوا أبواب للاستثمار العالمية، كلمنا عنها. والله أنت لو لاحظتي أن قطاع الترفيه كان قطاع مفقود في المملكة العربية السعودية منذ أمد بعيد، والحقيقة أن هذا الحمد لله أن استطعنا أن نتدارك هذا الأمر وأن يكون لدينا الآن قطاع نحابي به. مثل ما أمس أنا كنت حاضر في المؤتمر، كان حديث كبار الإعلاميين من الأستاذ عمرو أديب من مجموعة، قالوا على الدول القريبة من المملكة العربية السعودية أن تطور من أنفسها في قطاع الترفيه، لأن المملكة قادمة بقوة. فهذا أنت كمواطن لما تكون جالس وتشوف الضيوف من نجوم العالم بيقولوا هذا الكلام، أن المملكة إن شاء الله قادمة، فهذا الشيء يخلينا احنا نكون سعداء بهذا الشيء. قطاع هيئة الترفيه لو لاحظتي انه منذ تأسيسها اشركت المواطن في تبني استراتيجيتها. واستراتيجية، الفرق بين الاستراتيجية اللي بدأت فيها الهيئة والاستراتيجية اللي امس، انها حوت المجتمع، حوت مناطق المملكة جميعها، حوت جميع اطياف المجتمع، يعني كان فيها الاحتواء بشكل اكبر، كان فيها سرعة القرار والتنفيذ أيضا في بعض الأمور. أيضا لو تطرقنا إلى موضوع مشاركة المواطن في من ناحية تملك الملكية الفكرية، أصبح على الويب سايت تبع هيئة الترفيه بإمكانك الآن أن تشارك في وضع هذه الاستراتيجية. هي استراتيجية طويلة شاملة محتوية لجميع أطياف المجتمع. نعم أستاذ سعد، مثل ما شفنا هيئة الترفيه في حلتها الجديدة كانت بشكل رائع. بخصوص تعزيز المبادئ الأساسية، من وجهة نظرك كيف تشوفها؟ أنا أعتقد أن استراتيجية البارح يعني بدون مجاملة هي احتوت الثلاث المبادئ الأساسية لها. أنا ودي أنه يعني المشاهد الكريم، المبادئ هي تنوع وإثراء التجربة الترفيهية في المملكة العربية السعودية، وأمس كانت واضحة للعيان من خلال أكثر من 18 فعالية في 13 منطقة سعودية. هذا والإثراء كان أيضا محلي وعالمي. كان في امس شيء يعني ملفت للنظر، لكن للاسف الاعلام مركز عليه، ولعلنا في سيدتنا نشيل هالنقطه. وحتى انا تابعت الصحافه اليوم، كنت اتمنى ان احد يشيل هذه النقطه، الجميع كان غايب تماما عن هذا الموضوع. الهيئه امس في استراتيجيتها لامست نقطه كنا احنا بعيدين عنها تماما، اللي هي انا ليش يعني انا اجيب نجوم العالم صح، واجيب السيرك العالمي، واجيب نجوم المغامرات. صحيح. طيب انا عندي شباب موهوب سعودي هنا، ليش انا ما اوديه يعني ابادر التجربه؟ فكانت امس الاستاذ تركي الشيخ اعلن عن تبنيه لشابين سعوديين، اللي هو بندر الجعيد، والشاب الثاني اللي هو الدغيري اللي هو تبع الحيوانات تبع الاسود الشهير. صحيح. يعني مسي عليهم. فامس طلب منهم الصعود للمسرح، وقال لهم امام الجمهور السعودي احنا نتبنى موهبتكم، ومثل ما احنا نجيب الناس وندفع لهم ونصرف ونجيبهم هنا، احنا حنوديكم تعرضوا في المانيا، تعرضوا في هولندا، تعرضوا. فهذا كانت نقطة ايجابية جميلة. للاسف مثل ما قلت، كان ودي ان الاعلام اليوم انه تطرق لهذا الشيء، ابتعاث الموهوب السعودي في مجال الترفيه، ولعل يمكن اول مرة احنا نتطرق يعني نتطرق لها اليوم ان شاء الله. هذه النقطة كانت يعني من الأشياء. إذا الأهداف قلت لك تنوع الآثار، تنوع التجربة الترفيهية، وهذا كان موجود أمس. الهدف الثاني أو المبدأ الثاني من مبادئ الترفيه كان دعم الاقتصاد السعودي، وهذا واضح وصريح أمس من خلال خلق وظائف، من خلال يعني دعم التوجه، ونتكلم فيها إن شاء الله بتوسع. الحاجة الثالثة برضو اللي هي الخيارات في جميع مناطق المملكة. ولو لاحظتي هيئة الترفيه للأمانة كانت من يوم بدأت الرياض، جدة، الدمام، كان في مناطق المدن الرئيسية أمس
المبدأ الثاني من مبادئ هيئة الترفيه تحقق، يعني واحدة بس المملكة. واحدة من المبادرات اللي كانت أمس اللي هي مسرحية محمد هنيدي في 13 منطقة سعودية. جميل فكانت جدا. هذه أنت الأمس حققت جميع مبادئك من خلال هذه الاستراتيجية. جميل جدا. طيب أستاذ فاضل، 160 فعالية ترفيهية في 21 مدينة سعودية وتقريبا 500 أو أكثر من 500 عرض، منظومة متكاملة بين هيئة السياحة وهيئة الثقافة وأكيد هيئة الترفيه، لكن أنت كيف تقرأ رؤية المملكة 2030 في رفع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6%؟ منذ صدور قرار الهيئة العامة للترفيه كان فيه هدفين مناط بهم هيئة الترفيه لتحقيقها لتتواكب مع رؤية 2030. ايش هما النقطتين الأساسيتين المطلوبة من هيئة الترفيه؟ أولا اللي هي أنها تكون بديل من بدائل عن النفط من حيث الناتج المحلي. أكيد طبعا. وكان الرقم موضوع في الاستراتيجية 500 مليار دولار. وهذا رقم كبير جدا يعني، فإن شاء الله يعني أنهم يصلوا لهذا الرقم في 2030 وهذا شيء مهم. الشيء الثاني من المهام الأساسية اللي مناطة فيها لمواكبة رؤية 2030 خلق أكثر من 250 ألف وظيفة، وبالفعاليات اللي شفناها أمس وبالتطور الملحوظ إن شاء الله هذه الهدفين إن شاء الله بإذن الله سوف تكون من ضمن مرتكزات 2030 للهيئة العامة للترفيه. الرقم اللي ذكرته يا أستاذ سعد هو رقم كبير، لكن اسمح لي أنا كمان أخذ هذه المواضيع الاقتصادية. أرحب معي عبر الهاتف بالأستاذة فوزية البكر، هي أستاذة في أصول اجتماعية وكاتبة في جريدة الجزيرة. حياك الله أستاذة فوزية. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني بنعرف أنه المؤتمر اللي صار أمس كان لي أصداء كثير رائعة خصوصا على المواطنين وكمان صناع الترفيه، لكن أبو أسألك عن هذا الموضوع شوي، لو تكلمينا عن الناحية الاقتصادية بحيث زي ما ذكر الأستاذ سعد قبل شوي أنه بتفتح أبواب للشباب والشابات بما يخص طبعا الوظيفة، كلمينا عنها شوي. طبعا يعني انا يعني تخصصي تربية الاقتصاد المالي والاقتصاد، ولكن هتكلم عن دور اللي يجب ان تقتنص الحقيقه المؤسسات التعليميه في انها تهيئ الشباب لمثل، لان واضح انه الاجنده يعني حقت هيئه الترفيه اجنده خطيره جدا كبيره مره وشامله وبعدين متنوعه. انا يعني اذهلني فعلا قضيه التنوع الثقافي والديني الموجود فيها، يعني ما في شيء يريد تتمنيها سبحان الله، وفي نفس الوقت الحقيقة له جانب محلي يعني رغم وجود كثير من الفعاليات اللي جلبوها من برا، لكن لو لمستي النفس المحلي بتجدينه فيه، يعني مثلا طبعا في رمضان التلاوة من احنا يعني يسوي، لكن تكون في كل المناطق مسابقات اللي سنت عليها السنة اللي هي ايضا اللي هو يعني التفحيط الرمال، هذه كلها اشياء يعني جميله جدا انها تنشر بالاضافه طبعا. فالان احنا عندنا دور في المؤسسات حقيقه التعليميه تهيئه الشباب في مؤسسات يعني مناسبه حتى يستطيعوا ان يعني يكونوا ضمن، لانه ذكر الاستاذ تركي الشيخ واكد على قضيه تدريب السعوديين وتمهينهم، احنا وهذا حقيقه احد الاهداف الاساسيه في رؤيه 2030 وهي واضحة، وأيضا بالنسبة للمرأة فهناك فرص وظيفية لا تقدر بثمن حقيقة في وسط كل هذه، وليس فرص استثمارية للمواطن. يعني الآن تشعرين بأنه وطننا كله يعني، لأن احنا فعلا بلد تاريخي، بلد له يعني موقع يعني خاص لوجود الحرمين والرسالة النبوية، فبالتالي طبعا احنا عندنا يعني تراث هائل تستفيد من هنا، تلاقي انه كيف طب استثمر عشان او كيف استثمر عشان تعز الاقتصاد. فانا اعتقد انها خطوه ذكيه جدا، متاكده انه المؤسسات التعليميه والتدريبيه الموجوده في المملكه ستحاول اقتناص هذه الفرص لمزيد من التهيئه والتعديل في برامجها بما يوازي يعني رؤيه 2030. جميل. طيب دكتورة كيف تقرين الانطباع اللي يعود على يعني اللي يعود على المجتمع أكيد من خلال مبادرة تكريم القوات المسلحة؟ طبعا يعني إحنا القوات المسلحة تؤدي دور يعني بالنسبة لنا كله مقدر جدا، لأنه أنت لاحظي هم اللي في الوجه، هم اللي قاعدين يدفعون يعني ثمن غالي للدفاع عن هذا الوطن وحمايته من كل يعني الأخطار اللي كانت محتقة في منطقة الجنوب، فيعني شجاعة من اختيار القرار وشجاعة من الاستمرار فيه، وبالتالي مثل هذه يعني جنودنا
يعني هذا اقل حقيقه يعني شيء احنا نقدر نقدم لهم. واتمنى انه في هذا الاطار يشملهم طبعا الرعايه الصحيه، التامين الصحي، التامين الصحي لاولادهم، التاكد يعني تاكدنا من انه عائلات جنودنا البواسل لهم نصيب كبير من كل هذه البرامج اللي طرحت على الهيئه. نعم، شكرا لك يا استاذه فوزيه على هذه المداخله. ارجع لك يا استاذ سعد، كنا قاعدين نتكلم قبل شويه عن المؤتمر، بأمان انا لما كنت جالسه بتابع المؤتمر كل فقرة وفقرة كانت تفاجئني بشكل أو بآخر. من ضمن الأشياء اللي كانت حلوة وصارت أمس في المؤتمر لما تم تكريم كبار الشعراء والفنانين والإعلاميين القدامى، يعني كلمني هذا التكريم عفوا التكريم اللي صار قد إيش هو ممكن يعكس ودي انطباع؟ يعني أنت لك تتخيلي يعني أنه الفنان يعني كان عندنا يمكن ما يحصل على كامل أنه ما يقيم حفلته، الحفلة لا يستطيع أن يقيم حفلته الفنية أو الغنائية في بلده، فيتطور هذا الموضوع لأنه الآن أصبح له وجود، ويتطور هذا الموضوع أيضا للاهتمام بهذا التراث الفني وتكريم رواد الفن السعودي. أعتقد أنها كانت أيضا لا تنسين موضوع التوثيق، يعني أمس توثيق بتقنية الهيلوغرام هذا لمحمد عبده 100 أغنية كان شيء جميل ورائع. يعني في مصر مثل ما أنت عارفة الآن أم كلثوم استطاعوا بالتقنية الجديدة وراح يسووها إن شاء الله لطلال مداح وعادي إن شاء الله. أمس كان في يعني مثل ما قلتي أنت والكلام الجميل هذا أنه تفاجأنا أمس المراهق وجد له ساحات يستطيع من خلال ممارسة التفت، الطفل الآن له وجود في هيئة الترفيه وفي قاعة الترفيه، الشاعر وجد له مجال خصبه ورائع، أيضا المجال الديني كان هو أهم مجال هو ثوابت الدين الإسلامي، وجد لهم التكريم والاحتفاء وأيضا دعم هذا المجال. كان الجميل لما أعلن أنه اللي بيفوز بجائزة الأذان سوف يقوم بالأذان في الحرم المدني، هذه كانت بادرة أعجبت الحضور كله. احنا تفاجأنا من بعودة العملاقين ناصر القصبي وعبد الله السدحان، يعني هذا الشيء انت ما يمكن سمعتي صوت الجمهور فعلا. ووقف الجمهور يعني كان شيء يعني تصدقين بعض الجمهور يمكن يعني ذكريات الطفوله قاعد يشوفها ويتمنى انها ترجع، ويعني كانت مشاعر جياشه واجهدت الحاضرين كلهم انهم يعودوا لانطاش مطاشه. هذا الكلام اللي قالته رنده كان جالسه بتقول انا من الجيل القديم، انا اللي كبرت على هذه ايام طاش مطاش زي ما حضرتك تفضلت وقلت. احنا ما ودنا نكبر احد. لا كلنا صغار. لا لا انا بشرح انا ثابته 18 ونص صراحه اكبر. لا جميل جدا كمان استاذ سعد البادره الكريمه اللي قاموا فيها هيئه الترفيه انهم حتى الجنود البواسل في الحد الجنوبي لم ينسوا من هذه الفعاليه او من هذه الفعاليات، بدليل انه صار لهم كمان حاجه مخصصه لهم تحديدا بعد ان هم نشركهم ونبين لهم ان احنا ما نسيناكم. لكن ايش الارتباط بين التحول الاجتماعي اللي صار عندنا مؤخرا في السعوديه والاقتصادي واقترن الان بالترفيه؟ اكيد صار عندنا احنا تحول كبير من الناحيه الاجتماعيه وايضا من الناحيه الاقتصاديه، فبالتالي صار التطور برضه من الناحيه الترفيهيه. صحيح، دائما اي تغيير في اي بلد او تغيير طارئ لابد جميع القطاعات تنعكس عليه. اهتمامنا الاقتصادي ما كان عندنا اهتمام مثلا بإنشاء شركات ترفيهية بعمل مشاريع ترفيهية، هذا انعكس بعد هذه القرارات. أيضا في النسيج الاجتماعي كان مثلا يعني الجميع يعاني من موضوع الويكند يعني بصراحة كنا، فهذا كان جزء من النسيج الاجتماعي، ما حد عارف يعني إيش البرامج اللي عنده ممكن، لكن الآن أصبح في خيارات متاحة. فالتحول الاجتماعي واكب التحول الاقتصادي مع التحول الترفيهي، فصار عندنا قطاعات وروافد كثيره من خلالها. والمرأة طبعا حاضرة وبقوة. والمرأة ما شاء الله يعني أمس هذا أهم شيء. يعني أمس المرأة يعني ما شاء الله يعني يكفي القرارات الجديدة، وإحنا إن شاء الله البلد هذه إن شاء الله يعني نظرة المرأة مثل ما نظرة الرجل. جميل. حتى طيب. نفكر نسوي جمعية حقوق الرجل. يعني. طيب أستاذ سعد، إذا نقدر نسألك أو يا ليت تكلمنا أكثر عن أهمية الرزنامة الترفيهية. انت مثل ما شفت يعني 500 فعاليه في 18 منطقه سعوديه، احتوت الجميع، كانوا في شباب من منطقه تبوك والطائف كانوا يقولوا احنا ما يجينا فعاليات، فتفاجئوا وفرحوا يعني لما وجدوا ان في حضور يعني في هذه القطاعات. الرزنامه كانت للامانه شامله محتويه لجميع الاطياف، محتويه لجميع المدن. كنا نتحدث انا ومجموعه من الشباب برضو انه ودنا يعني التراث السعودي كان مغيب في هيئه الترفيه. صحيح. فجانا
مهرجان كامل بقيادة سالم الهندي مدير مجموعة قنوات روتانا باسمه كان زمان. إن شاء الله سوف يكون متواجد في المهرجان. التراث موجود، الشباب اللي بيمارس مهنة التفحيط في الشوارع حيكون له هناك ساحات، الأطفال موجودين. فالرزنامة كانت 500 فعالية، 13 منطقة سعودية، في كل أسبوع حيكون هناك فعاليات كثيرة. كانت يعني للأمانة محتوية كل الأطياف، كل المجتمع، كل هذه الفعاليات كلها سوف تولد من خلالها يعني أيضا فعاليات ثانية، يعني حد صاحبها فعاليات ثانوية. صحيح. وهذه حينتج عنها مثل ما قلنا يعني وظائف، حينتج عنها أشياء كثيرة، حينتج عنها أنت لك بعد 4 سنوات تشوف المملكة. مثل ما قلنا الآن المنافسة للدول المجاورة لنا حتكون أقوى، أنها تسعى أنها تواكب العرض. صحيح. فيه للأمانة، للأمانة فيه يعني فرق عالمية لم تحضر في الدول، رغم أنها سبقتنا بالترفيه. يعني فاجأنا معالي تركي آل الشيخ أمس، فرق عالمية إلى الآن يعني ما حضرت في الخليج. وبرجو ما ننسى قطاع السياحة أستاذ سعد، قديش حتنتعش السياحة عندنا في السعودية. صحيح. بسبب رزنامة الترفيه اللي حتصارت دسمة عندنا وغنية، إحنا رح نشجع القطاع السياحة عندنا في المملكة. صحيح. إحنا نتمنى يعني لأنه كان رئيس الهيئة العامة للترفيه الآن انتقل إلى السياحة، فإن شاء الله يكون في مواكبة ومواءمة بين الهيئتين وينتج عنها تطور ملحوظ وكبير إن شاء الله. أستاذ سعد، بخصوص التراخيص، إصدار التراخيص للعروض الحية، إيش أثرها في الأماكن العامة؟ طبعا إحنا لما نسافر ونشوف يعني أماكن المطاعم وهذه ليست أماكن أكل فقط، فيها غذاء الروح، الموسيقى، فيها أشياء يعني أنت تتمنى أن تكون متواجدة في مطاعم أو محلات موجودة في المملكة العربية السعودية. فهذا المجال الآن أصبح مفتوح، وأصبح يعني باستطاعة الشخص الآن أن يعني يتجمل بهذا المكان ويرى رؤية هذا المكان، رؤية ثانية، رؤية ثقافية، رؤية معالم. أيضا الموسيقى حتختلف، يعني وجود هذه التراخيص حتكون في منافسة كبيرة يعني في تواجد. هم سمحوا الآن بوجود الفرق، بوجود حيكون في منافسة بين الأماكن، يكون فيها تنافس في المجال الفني بالإضافة للمنافسة في تقديم الوجبات وتقديمها، حيكون في مجالين يعني. يا سلام. يعني يا أستاذ سعد، أنا حاسة كأني مسافرة بس جوات البلد. يعني حكمل طبعا أكيد معك هذا الموضوع، لكن حنطلع فاصل سريع وراجعين. في سيدتي بعد الفاصل، معالي المستشار تركي آل الشيخ يتعهد برفاهية للمواطنين ويفتتحها بعودة الثنائي القصبي والسدحان. ليلى كانت أشبه بالحلم السعودي اللي طال انتظاره، واللي هي عودة المسرح بشكل كبير طبعا، بعودة الثنائي اللي شفنا أمس كيف تم تكريمهم مرة ثانية. وحنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. أرحب بضيف الاستديو ببدر أبو حميل، ممثل مسرحي وسينمائي، وأكيد بالأستاذ سعد السبيعي المستشار الإعلامي. أهلا بك من جديد، نورتنا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يعني ما شاء الله سيماهم على وجوههم. أنت من لما دخلت وأنت مبسوط بعودة المسرح؟ ايش شعورك؟ احكي لي. للامانه يعني امس كميه التفاؤل، كميه الايجابيه اللي شفناها بمجرد وقوف هامتين كبيره، اساس وركائز المسرح السعودي عبد الله وناصر، هذه كانت لنا يعني للفنانين بشكل عام كانت دفعه ايجابيه، للمسرحيين بشكل خاص كانت الفرحه بولاده عهد جديد للمسرح السعودي. فكانت جدا فرصة يعني جدا انبسطنا فيها، وإن شاء الله بإذن الله أن القادم هو الأفضل بإذن الله. جميل جدا. طيب بدر، استضافة الممثلين المسرحيين العرب إلى المسارح السعودية قد إيش راح يضيف لفن المسرح السعودي؟ راح يضيف الكثير بإذن الله. استضافة المسرحيين أصحاب الخبرة في الوطن العربي يعني أبسط شيء سقف الحرية عندنا في المسرح راح يرتفع. لما نتكلم اكيد لما نتكلم طبعا هذه وجهه نظري يعني شخصيه يعني لما نتكلم عن سقف الحريه، طبعا احنا ما نتكلم عن الحريه تجاوز للاخلاقيات وتجاوز للدين، لا طبعا. سقف الحريه انه المتلقي في السابق ما كان يتقبل اي شيء، وكان اي شيء لازم يربطه بشيء مخالف، لازم يربطه بشيء سلبي. الان هو الوقت المناسب بالذات لأن الوعي عندنا زاد بدر، وصار عندنا انفتاح ذهني واجتماعي بالضبط. وثقافي من جميع فئات المجتمع بالضبط. من جميع الأفراد، بس نحتاج الخبرة طبعا. نحتاج الخبرة، احنا عندنا هنا المواهب وعندنا الخبرة وعندنا، لكن الفترة اللي توقف فيها المسرح، ما نقول توقف يعني كان على استحياء
شغال المسرح بس بتحفظ يعني نحتاج الدفعة هذه نحتاج الدعم هذا فالحمد لله إن شاء الله أنا انطلاقة والله شوف أنا من أول حاسة ياسمين كده في قلبها سؤال هو بتكلم عن عودة المسرح بالنسبة للمواهب الشباب الموهوبين عندنا شباب موهوبين يعني أنت تعرف أنه في عدد كبير ما شاء الله تبارك الله موهوب في الكوميديا وفي المسرح هل تظن أنه هذا الشيء راح يستقطب المواهب هذه وراح يظهرهم بشكل كثير؟ بالتأكيد المواهب والناس اللي توها مبتدئة ما زالت صفوف ويبحثون ويدورون عن الفرصة وبحت أصواتهم وإلى الآن يدورون على الفرصة إلى الآن يدورون على الفرصة فما بالك أن فتحت لهم الفرصة ومفتح لهم المجال فطبعا أنا أعرف الكثير الكثير من المواهب اللي للأسف ما لقيت فرصة لكن إن شاء الله هذا وقتهم بإذن الله والله العظيم وأنا واحد منهم تعرف إيش أقول لكم يعني حتى يا أستاذ سعد أنا أشوف على تويتر إحنا شعب فكاهي بالفطرة أشوف تعليقاتنا ما شاء الله في تويتر عندنا النكتة حاضرة دائما صحيح. كيف تشوف الموضوع يعني كنا في السنوات الماضية بنشوف ستاند أب كوميدي وكيف كانت بتصير يعني كثير من عندنا في جدة وفي الرياض وفي الشرقية كانوا بيحاولوا إنهم يعني يبينوا الموهوبين عندنا في السعودية أنا أعتقد أنه بتكريم العملاقين اللي ذكرناهم قبل شوي ناصر قاسم عبد الله سبحان هي بداية ظهور الكوميديا في المملكة العربية السعودية أصبحت ظاهرة للعيان وفضل الله سبحانه وتعالى وصلت الكوميديا حتى للعالم العربي يعني الآن العالم العربي ما في أحد ما يعرف مثلا مسلسل طاش مطاش صحيح. لا في مصر لا في الإمارات لا في الكويت لا في البعض يظن أن عودة الثنائي للبارح للسعوديين هي فرحة فقط بالعكس يعني كان متواجد أشرف عبد الباقي وكان متواجد محمد هنيدي وكان متواجد صفقوا ووقفوا ورحبوا بالعودة هذه وتمنوها قالوا نتمنى يرجع يعني مسلسل فالكوميديا تطورت من هذيك الأيام إلين الشباب الآن عندنا برامج كوميدية على اليوتيوب ما نبغى نذكرها بالأسماء ولكن مشاهداتها بمئات الملايين وفي قنوات تلفزيونية نجحت وفي شركة عالمية أنا تغيب عن ذهني وقعت عقد مع شباب سعودي تخيلين وهم ما وجدوا الاحتواء المحلي ولا الاحتواء المرجعية الثقافية والإعلامية اللي تحتويهم وتنمي مواهبهم وتواجدت شركة عالمية من أحد شركات هوليود وقعت معهم في عقد يعني كان مبلغ كبير يعني وهم شباب يعني لو نذكر القناة تضم تلفاز 11 يمكن تذكروها كذا فكان يعني شيء جميل يعني إنه عندنا شباب تبحث عنهم يعني الشبكات العالمية فهذا دليل إن الموهبة موجودة وإن الكوميديا عند هذا الشعب موجودة بس تنتظر الاحتواء والدعم والتقديم جميل يعني احنا الان جدا سعيدين بعودة طبعا استاذ ناصر استاذ عبد الله السدحان كثنائي على خشبات المسرح او حتى على شاشات التلفزيون لكن برضو يتهيألي الى الان استاذ سعد واكيد انت برضو معايا استاذ بدر انه ما زال المسرح السعودي ينقص العديد من خلينا نقول الخبرات ما زالت بحاجة إلى أن تصقل هل يوجد عندنا الآن كالمسرح كثقافة عامة توجد كوادر مهيئة أن تخرج دفعات من الشباب أنهم يقدروا يمثلوا على المسرح نعم أو لا أستاذ سعد أستاذ بدر نترك الإجابة يعني والله فيه كوادر كثيرة وفي كوادر عندهم الخبرة وعندهم لكن اللي نحتاجه بالضبط نحتاج أكاديميات أكاديمية نحتاج أكاديميات بكل تأكيد أنا من الناس اللي حضروا أكثر من دورة إعداد ممثل وكانت كلها جهود يعني جمعية الثقافة والفنون لكن مهما ضخت جمعية الثقافة والفنون يبقى يعني مهما تعبوا وكثر خيرهم يبقى شيء بسيط جدا بسيط يعني أنا أكثر دفعة جت كان 20 شخص إيش اللي ينقص؟ اللي ينقص الأكاديميات أبسط شيء الأكاديميات لازم نوصل يعني إحنا ما شاء الله واصلين ترى للمعلومية احنا واصلين للعالمية يعني قبل 11 سنة تقريبا 11 سنة عرضت مسرحية الرقص مع الطيور للمخرج الدكتور شادي عاشور عرضت هنا في الرياض في مركز الملك فهد الثقافي شاركت ومثلت السعودية في مصر في مهرجان الثقافة المصر شاركت في أذربيجان الجمهور كمية التفاعل من الجمهور غير طبيعية وكلهم ناس مجرد مواهب يمكن زمان عشان ما كان في زي ما يقولوا منصة رسمية كانت تتبنى أشياء زي كده أنا بغيت أعرج على كلام أخوي أنه كان في أنا أسميها مرحلة التوهان لما تكون أنت يعني أصلا ما في استراتيجية لك ما في منظومة ترجع لها بالضبط. حتى جمعيات الثقافة والفنون ما كان في دعم يعني يواكبها ما كان في الآن مثل ما صار في هيئة الترفيه أنا أتمنى يصير في هيئة الثقافة والفنون
من دعم، من وضع استراتيجية، من وضع توقيعات واتفاقيات مع مسارح عالمية. نفس الرزنام اللي شفناها أمس لو تولدت لدينا في المسرح أعتقد أنا، ولكن أنا أعتقد الفنون بشكل عام قصدك بشكل عام سعد. أعتقد من الاحتكاك اللي مع هيئة الترفيه والفعاليات أعتقد أن المسرح السعودي مواكب لنهضة قادمة بإذن الله. هي سلسلة مترابطة في بعض، منظومة متكاملة ما بين هيئة السياحة وهيئة الترفيه وهيئة الثقافة، كله داخل مع بعض. جميل. طب خلنا نسأل بدر بمن هو مبسوط وبرا متفائل بال... أنا من برا هادي لكن من داخل أرقص. طيب نتكلم عن المسرح وكونك ممثل مسرح سينمائي، تطلعاتك المستقبلية، شعورك لل تيحة الفرصة في هيئة الترفيه في المؤتمر أمس؟ والله أنا أتمنى ومتأكد تماما أن بإذن الله راح نوصل للعالمية، طالما قدرنا نستقبل أضخم العروض العالمية بإذن الله راح تستضيفنا الدول لعرضنا الضخم بمشيئة الله. بإذن الله. أطمح أن نوصل للعالمية بأسرع وقت وإن شاء الله راح نوصلها. بإذن الله. يعني أنا اللي أنتظر بصراحة يكون عندنا مسارح كذا من جد كذا في خشبة مسرح ونروح نشتري تيكت من هذا ونحضر هذه المسرحيات. شكرا لوجودك اليوم يا بدر، وشكرا لك أستاذ سعد، نورتونا اليوم. وجودنا معكم وتحية لكم للجميع القائمين على العمل، مخرج عمل، وإن شاء الله نشوفكم في مناسبات سعيدة مثل هذه المناسبة اليوم. يعني سعد نورتونا اليوم.